ازيكم يا اصدقائي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. النهارده هلعب لعبه من سيربح المليون. معانا هنا الجماهير دي قاعده بتشجعني وهنبدا. يلا هنقول بسم الله. اول سؤال كان بيقول اين تقع مدينه بورسعيد؟ السعوديه ولا مصر ولا السودان ولا ليبيا؟ تفتكروا ايه؟ انا اخترت مصر. طبعا مصر صح، وكسبت اول 100 ريال. تاني سؤال، ما هو جمع كلمة غراب؟ اول اجابة غرابات ولا غرابين ولا غربان ولا اغراب؟ طبعا جمع كلمة غراب هي غربان، وكسبت 200 ريال. يلا السؤال اللي بعده، ما هو لون البحر؟ شفاف ولا اصفر ولا ازرق ولا سماوي؟ طبعا لون البحر شفاف، فانا اخترت شفاف وكسبت 300 ريال. السؤال اللي بعده، الصلاة التي تأتي بعد صلاة المغرب هي الظهر، الفجر، العصر، العشاء؟ طبعا كلنا عارفين ان هي العشاء، وكسبت 500 ريال. ما هو اطول حيوان بالعالم؟ الاسد ولا الفيل ولا النعامة ولا الزرافة؟ اكيد 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 هي الزرافة، وعلشان كده انا اخترت الزرافة. وبكده هكون كسبت 1000 ريال. تمام، يلا اصدقائي شجعوني بقى عشان نكمل. السؤال اللي بعده، الشخص الذي يرى نفسه أفضل من الجميع يسمى كريم ولا شريف ولا متكبر ولا متواضع؟ طبعا كلنا عارفين ان هو بيبقى اسمه متكبر، وانا كسبت فيها 2000 ريال. السؤال اللي بعده، ما لون ماء البحر؟ لا احنا مش خدنا السؤال ده قبل كده، ما علينا هنجاوبه. ماء لون البحر شفاف، هو اي مية عموما لونها شفاف، وكسبت 4000 ريال. السؤال اللي بعده، الى اي دولة تنتمي البيتزا؟ امريكا ولا لبنان ولا ايطاليا ولا فرنسا؟ طبعا كل الناس اللي بتحب البيتزا هيبقوا عارفين ان ايطاليا هي بلد البيتزا، وكسبت 8000 ريال. السؤال اللي بعده، شيء كله ثقوب ولكن يحفظ الماء، الكأس المكسور، الاسفنج، المصفاة، الورقة؟ الاسفنج اعتقد. ايوه صح الاسفنج. وبكده ابقى كسبت 18000 ريال. السؤال اللي بعده بيقول، ما هي اكبر دولة في العالم؟ الهند، امريكا، روسيا، الصين؟ انا طبعا كنت محتارة بين روسيا والصين، واخترت الصين، وللأسف للأسف يا ترى هتطلع ايه؟ للأسف الصين طلعت غلط، هي طلعت روسيا. فانتهيت على اني كسبت 18000 ريال. فلو عجبكم الفيديو اصدقائي اعملوا لي لايك واشتراك في القناة علشان نلعب العاب تانية من روبلكس ان شاء الله.